بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواننا المحترمين، قبل فترة واحد من البعبد البقر في الهند شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد الشعراء المسلمين أنشد يقول: شلت يمينك عابد الأبقار، كيف اجترأت على النبي المختار، كيف اجترأت على العظيم محمد يا سابحا في الروث والأقدار. هل بو اخسأ زانيم، فلو غادوت مغسلا لحذائه لرقيت في المقدار. هل بول كلب يا خسيس منجس طهر البحار أو المعين الجاري. ونباحه هل ضر يوما وقعه وجه السماء أو السحاب الجاري. أو أنه لو مد يوما كفه هل كفه تسطيع حجب نهاري. ما هان قدر محمد عند الورى حتى تجيء بلفظات استصغار. كل غدا يفدي الحبيب بنفسه وبماله في سائر الأمصار. يا قوم قد شد العدو نصاله بتعنت في القول واستهتار. يا قومنا هيت أروا لنبيكم من سب كل مشوه مهذار. ولتنشروا في الناس روعة هديه في مسجد أو مجلس أو دار. ظلنا اللئام الشانئون بأننا في فعلهم عميا بلا أبصار. هل يعلمون بأنهم بفعالهم قد أشعلوا في القلب جذوة نار. أنا شاعر صغت القريض وأدمعي فوق الخدود كهاطل مدراري. لو أنني صغت القصيدة كاتبا في مدح أحمد سيد الأطهار، لغدت بذاك قصيدتي ممدوحة وتزينت بأريجه أشعاري. صلى عليك الله ما فاح الشذا عطرا بمختم جونة العطار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل اليوم بدنا نكمل شابتر الانفلاميشن. يا إخواننا، إحنا قلنا الانفلاميشن بيصير حاجتين: الحاجة الأولى بيصير تغير في البلاد فيزل، الحاجة الثانية بيصير تغير في السيل، يعني في السيل إيفنت. أما في البلاد سيل في البلاد فيزل في البلاد فيزل بيصير يا إخواننا زيادة البيرميابيليتي. ايش يعني؟ اي زيادة ترشح البروتين وثم يتبعه الماء وثم زيادة ترشح الفلويد. وبالتالي انا يا اخواننا في حاجتين بتصير في البلاد فيزل، التغيرات اللي بتصير في البلاد فيزل. التغير الاول زيادة البرميابيليتي، التغير الثاني زيادة البلاد فلو. فانا بيصير عندي فازو دايليشن. طبعا اول اشي اول ثواني بيصير فازو كونستريكشن، لكن بعد كده دغري بيصير فازو دايليشن، وبالتالي بيضلوا فازو دايليشن. ها صار حدث على مستوى البلاد فيزل، فازو دايليشن. بعد كده صار زياده في البيرميابيليتي فترشح لبروتين، ثم لحقه الفلويد، وهذا ما يسمى بالاكزوديشن. الان كيف يا اخوانا بتزيد البرميابيليتي، اي كيف بيقدر البروتين يمرق من السيل ميمبرين ويعبر الاكسترا سيلولار، يعني يمرق من الاندوثيليال سيل ويعبر يصل الاكسترا سيلولار تيشوز. كيف؟ عن طريق اول شيء حاجه بسموها الاندوثيليال سيل ريتراكشن، اي انه الاندوثيليال سيل تبعت البلاد فيزل بتبعد عن بعضها البعض، بتبعد بصير لها ريتراكشن، وبالتالي هذه الحركة ريفيرسابل. ايش يعني ريفيرسابل؟ يعني لما الانفلاميشن يخلص الاندوثيليال سيل بترجع تضم على بعضها البعض، اذا بصير لها ريتراكشن، يعني بتنكمش شوي على بعضها البعض. طيب، وهو يا اخواننا الموست كومون ميكانيزم في الانكريز فاسكولار بيرميابيليتي. اذا
هذا اشهر شيء في انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، وهو يا اخواننا اميديت يعني دغري بعد الانفلاميشن بربع لنص ساعه بيصير سيل ريتراكشن بعد الانفلاميشن، وهو ترانسيانت يعني مؤقت، عشان انه ريفيرسبل ما احنا قلنا يا اخواننا ترانسيانت ريسبونس، هو ريسبونس للانفلاميشن تمام. وبالتالي لما انا الخليه مثلا هاي الخلايا لما يصير لهم ريتراكشن ينكمشوا عن بعض بيصير يا اخواننا هنا جاب جانكشن بيقدر يدخل البروتين. يعني لما يصير لهم ريتراكشن، شايفين لما يصير لهم ريتراكشن هلقيت هنا البلاد فيزل فبدخل البلاد فبيصير يترشح البروتين من هان، يترشح البروتين وبسحب معاه المية. بعد ما يخلص الانفلاميشن بيرجع الاندوثيليال سيل تلتئم على بعضها البعض. طب يا اخوانا انا مين اللي بيسوي ريتراكشن؟ لما يطلع ميدياتور اللي هو الهيستامين البراديكاينين واللوكوتراين، هيستامين براديكاينين لوكوتراين بروحوا يعملوا للسيل اندوثيليال ريتراكشن اوكي، وهو وين بيكون؟ في الفينيول وين بتكون؟ بالبوس كابيلاري. الفينيول وين مكانها؟ بعد الكابيلاري، بوس كابيلاري فينيول. اصلا يا اخوانا مش انا اللوكوسايت بدها تطلع من البلاد فيزل تروح على التيشوز وكذلك البروتينات وكذلك النيوتروفيل والماكروفيج وكذا، كل هدول يا اخوانا وين بيطلعوا؟ هل بيطلعوا من عند الارتري؟ هل بيطلعوا من عند الكابيلاري؟ هل بيطلعوا من عند الفينيول؟ هل بيطلعوا من عند الفين؟ بيطلعوا من عند الفينيول. السبب عشان يا اخوانا الفينيول ما في طبقات كتير، الفينيول ثين، الفينيول بيكون الدياميتر كتير تبعه لكن الطبقات يعني هو ثين، والفينيول بيكون سرعة البلاد بطيئة، أبطأ إشي بيكون البلاد في الفينيول. أما الكابيلاري أصلا الكابيلاري صغار، كيف بده يصير ترشح للبروتين؟ أما الآرتري سرعة البلاد بتكون سريعة في الآرتري، فما بقدر أعمل ترشح لللوكوسايت أو ترشح للبروتينات أو ما شابه. فهمنا كيف؟ تمام. قل لي يا أخوانا كلمة لهب لوكوتراين هيستامين والباهادي برادي كاينين، هدول الثلاثة الميدياتور اللي بروحوا بيعملوا لي اندوثيليال سيل ريتراكشن تمام. طيب هاي شايفين كيف يا اخواننا الريتراكشن بيقدر يمرق البروتين، او بيقدر يمرق اللوكوسايت، اللوكوسايت زي النيوتروفيل او المونوسايت، بتمرق من عند البلاد فيزل لغاية الانترستيشال فلويد، لعند الانترستيشال فلويد. طيب ايضا من اللي بيزود البرميابيليتي انه دايركت اندوثيليال انجري، انه هذا الميكروبس او هذا البكتيريا بيروح ايضا يستهدف الاندوثيليال سيل وبيعمل لها انجري وبيعمل لها نيكروسيس وبيعمل لها ديت. وايضا لنيوتروفيل ممكن تستهدف الاندوثيليال سيل وتعمل لها انجري وتعمل لها نيكروسيس. فيا اخواننا بتصير هاي مثلا الاندوثيليال سيل، بيجي اخواننا الميكروب بدمر هذا الاندوثيليال سيل، او بيجي النيوتروفيل بتدمر الاندوثيليال سيل بيعمل لها انجري ونيكروسيس فبتروح هذا الاندوثيليال سيل، هذا بتروح فبيصير يا اخواننا الاندوثيليال سيل هنا واحده وهنا واحده، اما هان بيكون جاب، هنا بيكون جاب، فبيش ايش بسموها دايركت اندوثيليال انجري، بيصير انجري للاندوثيليال سيل. لما يكون انجري للاندوثيليال سيل بيصير نيكروسيس، بعديها بيصير ديتاتشمنت يعني بنفصله او بيبعده عن بعض او ديتاتشمنت زي ما انت بدك تسميها، انفصال الاندوثيليال سيل. هذا يا اخوانا برضو اميديت يعني بعد الانجري، بعد الانفلاميشن اميديت دغري بتصير اميديت، لكن نو سستين مش ترانسيانت. لما كنا نقول في الريتراكشن ترانسيانت يعني بعد ما يخلص الانفلاميشن وتخلص كل شيء خلاص بترجع الاندوثيليال سيل على بعضيها البعض، لكن هنا بنقول سستيند يعني بتستمر. ما هو انت يا اخواننا هان انت دمرت الاندوثيليال سيل، كتلت الاندوثيليال سيل، موتت الاندوثيليال سيل، فبدها تضل هالجاب موجوده عبال ما تكون الثرومبوسيس في الاندوثيليال سيل او عبال ما يصير ريبير للاندوثيليال سيل. يعني لاحظ هان
بده يضلوا القاب موجود، بده يضلوا القاب موجود عبال ما تحط خثرة هان، ها هاي خثرة، عبال ما تحط خطرة هان أو تعمل ريبير، أو تعمل ريبير، وبالتالي هذا بصير سستين لأيام، سستين أيضا لأيام أو لساعات، حتى لو الانفلاميشن خلص الجاب بيضله، الجاب بيضله. طب متى بيصير انجي للإندوثيليال سيل؟ بعض الميكروبس بتروح تستهدف الإندوثيليال سيل، ولو كان الانجري سيفير، لو كان الانجري ايش سفير، وايضا للنيوتروفيل زي ما قلنا ممكن تعمل ادهيج للاندوثيريال سيل في طبعا اديورنج الانفلاميشن، هذا اصلا كله بيصير ايش في الانفلاميشن، وبتعمل انجري للاندوثيريال سيل. لما تعمل انجري في الاندوثيريال سيل بتضخم الرياكشن، اي بتعمل امبليفايد الرياكشن، بتضخم الرياكشن. طب الرياكشن قصده على ايش؟ الاندوثيريال انجري، الاندوثيريال انجري. وبالتالي لما انا يصير عندي يا اخواننا انفلاميشن في مكان معين، لازم انا بدي استدعي البروتينات، لازم بدي استدعي اللوكوسايت لمكان الانفلاميشن، وبالتالي لازم البلد فيزل يزيد البلد فلو اول شيء، ثاني شيء يزيد البرميابيليتي حيث يسمح بمرور البروتين، حيث يسمح بمرور النيوتروفيل، حيث يسمح بمرور المونوسايت. هل قلت انا طب كيف بدي امرقهم من الاندوثيليال سيل؟ عن طريق انت اعمل ريتراكشن للاندوثيليال سيل، ايضا اعمل جاب في الاندوثيليال سيل. كيف؟ انت اقتل بعض خلايا الاندوثيليال سيل، بتصير فراغ، فبقدر هيو انت اعمل جاب زي كده للاندوثيليال سيل، عن طريق قلنا بعض الميكروب بتروح تستهدف الاندوثيليال سيل وبتعمل الانجري وبتعمل النكروسيس، والنيوتروفيل لو لزقت في الاندوثيليال سيل ممكن ايضا تعمل لها يا اخواننا انجري، ممكن تعمل لها يا اخواننا انجري. طيب ايضا في حاجه بنسميها ايضا انكريز لترانسايتوسيس. ايش هو الترانسايتوسيس؟ انه يا اخوان انا بكون تشانل، هذا التشانل بتقدر تعبر فيها البروتينات. طب كيف؟ شايفين هاد؟ ها هذه بسموها ترانسايتوسيس، وطبعا هذه ترانسيانت. ايش يعني ترانسيانت؟ يعني ريفيرسبل، يعني لما يروح الانفلاميشن خلاص بتسكر على بعض، بتسكر على بعض، بتسكر على بعض. طيب كيف اجت هذه يا اخواننا؟ هذه عباره عن التحام فيزيكال مع بعض. يعني تلاحظ هاي الفيزيكال، صح هاي الفيزيكال، هاي الفيزيكال، هاي الفيزيكال، لاحظ لما يلتحموا مع بعض زي كده، التحام الفيزيكال مع بعض، شايفين؟ يعني انا مش عارف كيف اوضح لكم اياها اكثر، بس انتم ملاحظين هاي هذه زي الفيزيكال، ها التحام الفيزيكال مع بعض، التحام الفيزيكال مع بعض، وفتح الفيزيكال من فوق وفتح الفيزيكال من تحت. فتح الفيزيكال من فوق يعني انت لو تفتح هذه الفيزيكال، هذه الفيزيكال صح تمام، لو تفتحها من فوق ولو تفتحها من تحت، تفتحها بتصير زي هاد، بتصير زي هاد صح، وبعديها حط افتح كمان هذه من فوق ومن تحت، بتصير زي هاد وبتصير زي هاد وبتصير زي هاد، في الاخر بتعطيني ترانسايتوسيس. وبرضه لو وهي هذه نفس الشيء، هي هذه نفس الشيء ترانسايتوسيس. فايش هو الترانسايتوسيس؟ انه انا بكون تشانل عن طريق فيوجن، التحام الانتراسيلولار فيزيكال في بعض، طبعا اللي موجودات في السيتوبلازم الانتراسيلولار فيزيكال. طب مين اللي بيحفز الترانسايتوسيس؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مين اللي بيحفز الترانسايتوسيس؟ الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، هذا هو اللي بيحفز الترانسايتوسيس. طبعا يا اخواننا وين راح يصير هذا؟ راح يصير في الفينيول يا اخواننا. معظم الاشياء اللي بتتعلق بالانفلاميشن بتصير في الفينيول. ليش يا اخواننا؟ انا كيف بدي هرجيتي يا اخواننا الارتري البلاد، حركه البلاد فيها سريعه، فكيف يا اخواننا بدها تقدر اللوكوسايت تطلع من الارتري على الانترستيشيال فلويد او على الاكسترا فاسكولار تيشوز؟ كيف بدها تطلع؟ ما اذا حركه البلاد سريعه، اذا حركه مش راح تقدر تقف اللوكوسايت، مش راح تقدر تقف. لكن لما يكون حركه البلاد بطيئه بتقدر اللوكوسايت تقف على الممبرين، على الممبرين او على البلاد فيزل، يعني هاي البلاد فيزل، هاي البلاد فيزل، فبتقدر اللوكوسايت تقف هنا لو كانت حركه البلاد بطيئه، وبعديها بتقدر تطلع برا البلاد فيزل. لكن لو كانت حركه البلاد سريعه ما بتقدر. اما في الكابيلاري ما بتقدر، من الاصل في الكابيلاري تطلع اللوكوسايت، اصلا الكابيلاري صغيره، فاحسن مكان الفينيول، احسن مكان ايش؟ الفينيول. ويا اخواننا لسه هذا الترانسايتوسيس قيد البحث،
يعني is unclear لغاية الآن is unclear، لكن بزود البرميابيليتي. يا إخوانا بزود البرميابيليتي إنه بتزيد مرور البروتينات واللوكوسايت، تمام؟ بزيد مرور البروتون واللوكوسايت، هاي يعني زيادة البرميابيليتي. وين هذا بصير؟ في الانفلاميشن. والترانسيتوسيز عبارة عن ريفيرسابل أو ترانسينت، يعني راح ترجع. طيب الآن يا إخوانا حلقت هذه البرميابيليتي، هل لازم الدايركت انجري أو الاندوثيليال انجري والاندوثيليال ريتراكشن، هل التنتين لازم يصيروا؟ لا. إذن حسب الاستيمولاي. والله يا إخوانا لو كان الاستيمولاي قوي بيسوي ريتراكشن وبيسوي انجري دايركت انجري، لكن لو كان الاستيمولاي ضعيف فقط بيسوي ايش؟ ريتراكشن فقط. إذن لوكوسايت ديبند اندوثيليال انجري، تمام؟ يعني هنا ايش قصده في الكلام؟ قصده although الميكانيزم of increase الفاسكولار بيرميابيليتي، عشان انا الميكانيزم بتسود فاسكولار بيرميابيليتي سيباريتد، يعني الريتراكشن ملهاش دخل بالاندوثيليال انجري، حتى انه الاشياء اللي بتعمل ريتراكشن مش نفس هالاشياء اللي بتعمل انجري. فاحنا قلنا الاشياء اللي كانت تعمل ريتراكشن كنا نسميها بلهب، لوكوتراين، ابراديكاينين، ابراديكاينين اند الهيستامين، هدول الميدياتور اللي كانوا يسوونا سيل اندوثيليال سيل ريتراكشن. اما اللي كانوا يسوونا سيل انجري الميدياتور بيختلف، عباره عن مايكروبس وعباره عن نيوتروفيل. فالميكانيزم تبعت زياده البيرميابيليتي للفاسكولار بيرميابيليتي، زياده الفاسكولار بيرميابيليتي الميكانيزم تختلف، الميكانيزم ايش بتختلف طبعا. طب متى بدي اعمل هاد او متى بدي اعمل هاد؟ حسب الديجري اوف ريسبونس للستيمولاي، حسب درجه استجابه التيشوز للستيمولاي او للانجري، تمام؟ يعني مثلا حسب الثيرمال بورن، حسب يعني مثلا انا بدي اعطي مثال، مثلا انا اللي سوى انجري ثيرمال بورن، سوى انجري، والله لو كان الثيرمال بورن قليل وبالتالي خلاص حيصير اندوثيليال سيل ريتراكشن وبس، لكن لو كان الثيرمال بورن سيفير راح يصير، لا راح يصير دايركت اندوثيليال انجري، دايركت اندوثيليال ايش انجري، تمام؟ طيب الآن يا إخواننا المحترمين، مش أنا بمرق بروتين وبمرق فلويد طب وين على التيشوز؟ طيب لما أنت تمرق بروتينات وفلويد على التيشوز فبيزيد الفلويد وين؟ في التيشوز، وبالتالي بيزيد شغل الليمف فيزل. ما هي وظيفة الليمف فيزل؟ عملية سكلينج للفلويد. وبالتالي لما أنت تزود الفلتريشن للفلويد حيزيد شغل الليمف فيزل، فحيصير الليمف فيزل يشفط الفلويد هاي ويشفط البروتين هاي ويشفط الدبري، مش الدبري ايضا يشفط ايش الدبري. مش احنا تو اخذنا يا اخواننا ممكن انا يكون اندوثيليال سيل انجري، مش ممكن يكون دايركت اندوثيليال انجري، راح يصير انجري اونيكروسس بتكون دبري، او ممكن يا اخواننا الخلايا نفسها التيشوز نفسها يصير لها نيكروسس، التيشوز نفسها يصير لها نيكروسس فيتكون عندي دبري. فما وظيفه الليمف فيزل؟ بتيجي بتشفط هذا الدبري، بتيجي بتعمل سكلينج لللوكوسايت ايضا اللي دخلت، بس تعمل لها سكلينج، وبتعمل ايضا يا اخواننا سكلينج للفلويد. ممكن ايضا تعمل تشفط الميكروبس، يعني انا ممكن ممكن النيوتروفيل ما قضت على الميكروبس، فانا تكون عندي مايكروبس في وين؟ حوالين التيشوز. ما يا اخواننا اي شيء بتكون عند التيشوز زياده من فلويد، زياده من لوكوسايت، زياده من دبري، زياده من بروتينات، زياده من مايكروبس، الليمف فيزل بشفطه. فالليمف فيزل شفطت مين او عملت سكلينج للمايكروبس، لكن للاسف النيوتروفيل ما قضت على الميكروبس مثلا، او الميكروبس كانت قويه وما قدرت عليها النيوتروفيل، ما قدرت عليها الماكروفيج، فراحت هذه الميكروبس دخلت على الليمف فيزل فعملت انفلاميشن في الليمف فيزل. انفلاميشن في الليمف فيزل حاجه بنسميها ليمفانجايتس، ليمفانجايتس. ما هو الليمفانجايتس؟ هو
هو انفلاميشن في الليمف فيزل. يا اخوانا لما يصير انفلاميشن في الليمف فيزل بيصير ريد ستريك، يعني خطوط حمراء، ريد ستريك ريد ستريك. وين بيصير الريد ستريك؟ اذا صار انفلاميشن في البلاد فيزل او ليمفانجايتس. شايفين يا اخوانا كيف الخطوط الحمراء؟ ليش كان انفلاميشن ليمفانجايتس؟ شايفين كيف الخطوط الحمراء؟ شايفين الريد ستريك؟ طيب شايفين كيف الخطوط الحمراء؟ طبعا يا اخوانا بتصير الريد ستريك حسب مكان الليمفانجايتس. شايفين كيف الريد ستريك؟ طيب وهذا شفناها. شايفين يا اخوانا كيف الريد ستريك ليمفانجايتس؟ شايفين يا اخوانا كيف الليمفانجايتس؟ شايفين كيف الريد ستريك او الخطوط الحمراء حسب مكان الانفلاميشن؟ شايفين كيف الريد ستريك او الليمفانجايتس؟ شايفين كيف الليمفانجايتس؟ شايفين كيف الليمفانجايتس؟ الخطوط الحمراء او الريد ستريك الليمفانجايتس. طيب لو هذا الميكروب، طبعا الليمف فيزل راح تسلم مكوناتها على الليمف نود، فلو الميكروب دخل في الليمف نود بيعمل انفلاميشن للليمف نود وبيعمل انلارجمنت للليمف نود، وبالتالي بيصير ليمف ادينايتس. ويا اخواننا الليمف فيزل بتسلم الليمف نود فسلمتها ميكروب فعمل ليمف ادينايتس، ليمف ادينايتس او بسميها رياكتيف ليمف نود او بسميها انفلاماتوري ليمف نود او بسميها ليمف ادينايتس، ليمف ادينايتس. وهذا الليمف ادينايتس تسمى رياكتيف وتسمى انفلاماتوري. طيب لو انا الليمف نود ايضا ما قدرت تتخلص من الميكروب، هو يا اخوانا اصلا مكان تصنيع او مكان تواجد البي والتي ليمفوسايت وين؟ في الليمف نود ولا لا؟ حسب علمي انا مكان تواجد البي والتي ليمفوسايت في الليمف نود، هذا حسب علمي. فلو فالبي والتي ليمفوسايت بتصير تتحفز واكتيفيشن بشكل كبير عشان تتخلص من الميكروب اللي دخل لي، ما هو الميكروب دخل على الليمف نود عمل ليمف ادينايتس او انفلاماتوري ليمف نود او رياكتيف ليمف نود، فبصير تتحفز البي والتي ليمفوسايت عشان تتخلص من هذا الميكروب. فلما تتحفز البي والتي ليمفوسايت تتضخم الليمف نود. كيف تتضخم الليمف نود؟ عن طريق الانفلاميشن، صار اكتيفيشن للبي والتي ليمفوسايت عشان تقدر تتخلص من الميكروب. فممكن يا اخوانا شخص يجي لك وعنده ليمف نود انلارجمنت، فانت تفكرها ايش؟ مالجنت، او تفكرها بيناين تيومر، فتفكر تيومر. فانت مثلا يجي لك لوزو متضخمه، لوزو ايش؟ متضخمه، او اي ليمف نود متضخم، فانت بتقول له انت كنت مصاب بالتهابات قبل كده، بانفكشن قبل كده؟ والله لو قال لك اه، حتقول اه سبب هذا التضخم انه الالتهابات وصلت للليمف فيزل عملت لي الليمفانجايتس، وصلت بعد كده للليمف نود عملت لي ليمف ادينايتس. طيب لو انا الليمف نود كون بي وتي ليمفوسايت ومع كده ما قدر يتخلص من الميكروب، ما قدر يتخلص من الميكروب، رح يصل هذا الميكروب على البلد، رح يصل هذا الميكروب على البلد. وصول الميكروب على البلد بس بسميها بكتيريميا. ايش يعني بكتيريميا؟ اي وصول الميكروب على البلد، وهذا ليثل. وهذا ايش يا اخواننا؟ ليثل، خطير وقاتل. طيب بعد ما كده، بعد ما خلصنا الاشياء اللي بتحصل او التشينج اللي بتحصل على البلد فيزل، بدنا ناخذ السيليولار ايفنت. اول اشي من ما هو بعد الام، هو الانفلاميشن بيعمل حاجتين، بيعمل في البلاد فيزل تغيرات، وبيعمل في السيل تغيرات، في السيليولار ايفنت تغيرات. بيعمل يا اخواننا ريكروتمنت للليمف لللوكوسايت، بيزعق اللوكوسايت تعالوا على مكان الانفلاميشن. بعد ما يزعقهم ويناديهم بيعمل اكتيفيشن لللوكوسايت، بيعمل اكتيفيشن لللوكوسايت. اذا بصير انا عندي لوكوسايت ريكروتمنت لمكان الانفلاميشن. عشان ليش؟ عشان ذا كي فانكشن تو اليمينيت الاوفندنج ايجنت، عشان اعمل اليمينيت للاوفندنج ايجنت. واهم خلايا في الـ في الـ في اللوكوسايت، اهم خلايا هي الخلايا اللي بتقدر تعمل فاجوسايتوسيس، هي خلايا النيوتروفيل وخلايا الماكروفاج. لكن لو هذه الخلايا القوه تبعتها زادت كتير، او الماكروفاج قوتها زادت كتير، بيصير انا عندي ايضا بتدمر النورمال تيشوز. يعني هي الاصل تدمر
الدمج تيشوز، لكن لو قوتها زادت كتير بتروح بتدمر لي النورمال تيشوز، بتدمر ايضا ايش النورمال تيشوز. طيب لو انا كان الانفلاميشن وين؟ في البلاد. الانفلاميشن في البلاد بصير انا عندي بكتيريميا. انفلاميشن في البلاد يعني في السيستيك، في السيستيميك، في السيستيميك يعني في البلاد يعني في السيستيميك. لما يكون الانفلاميشن في البلاد بصير النيوتروفيل اتهاجم للبلاد والماكروفاج اتهاجم للبلاد، فبصير عندي سترونج انفلاميشن ريسبونس. سترونج انفلاماتوري ريسبونس يعني ممكن يصير ليثال، بكتيريميا بصير ليثال. تمام. طيب اللوكوسايت ريكروتمنت، اهم حاجتين النيوتروفيل والماكروفاج. يا اخوانا النيوتروفيل بتتصنع من البون مارو، تمام، وهي رابد دغري. اول ما يصير انفلاميشن من اول يوم لثلاث ايام من الانفلاميشن بيكون انا عندي نيوتروفيل، بيكون انا عندي يوتروفيل نيوتروفيل. بعد كده بيصير انا عندي تكون الماكروفيج، شغل الماكروفيج. تمام. فهي رابد ريكروتمنت لا سايت اوف انفلاميشن، يعني اول ما يصير انفلاميشن دغري بتروح، دغري ايش بتروح، بتعمل حاجه بنسميها يا اخواننا سايتوسكيليتال ري ارينجمنت. ري ارينجمنت يعني بتصير تغير من شكلها عسبت انه، اذا بتصير ري ارينجمنت للسايتوسكيليتال بتصير تغير من شكلها علشان انه تصير النيوتروفيل مور اكتيف مور سترونج، انه تقدر تعمل شغلها بشكل اقوى، تقدر تعمل شغلها ايش بشكل اقوى. اما الماكروفاج سلوور ريسبونس، بعد يومين ثلاثة ايام من الانفلاميشن، يعني هي سلوور ريسبونس يعني استجابتها بطيئه، ولكن ايش لونج ليفد، هنا بتعيش ثلاثة ايام اللوكوسايت النيوتروفيل، النيوتروفيل بتعيش ثلاثة ايام، الماكروفاج بتوصل من 10 ايام ل 14 يوم يعني لاسبوعين، وبالتالي بتعيش اكتر، لكن شغلها برولونج، يعني صحيح هي سلوور هنا ربد شغلها سريع، لكن هنا شغلها بطيء، لكن برولونج ريسبونس، هنا ربد ريسبونس يعني دغري بتسوي شغلها وبتخلص، لكن هنا بتطول برولونج، برولونج ريسبونس. هنا كان بتعمل سايتو سكيليتال ري ارينجمنت، لكن هنا بتعمل نيو جين ترانسكريبشن، فهي بتعمل ترانسكريبشن لنيو جين عشان يا اخواننا تصير مور اكتيف. ما هي اصلا الماكروفيج كانت مونوسايت، فالمونوسايت اتحولت لماكروفيج، فصار انا عندي ترانسكريبشن لنيو جين عشان تقدر تتحول المونوسايت لماكروفيج والماكروفيج تكون اكتيف. كيف الماكروفيج ده تصير اكتيف؟ عن طريق انه بتحفز ترانسكريبشن النيو جين. اما كيف النيوتروفيل بدها تصير اكتيف؟ انه هي نفسها النيوتروفيل بتعمل سايتو سكيليتال ري ارينجمنت، فهادي عن طريق السايتو سكيليتال ري ارينجمنت بيصير اكتيف، وهذا عن طريق ترانسكريبشن النيو جين. الماكروفيج ايضا يا اخواننا طبعا بتقدر تعمل ديسترويد للبكتيريا وللميكروبس وللنيتورتيك للنيكروتيك تيشوز وللفورين سبستانت. تمام. وايضا الماكروفيج يا اخوانا لها دور مهم جدا في الجروث، بتعمل جروث فاكتور. اذا الماكروفيج لها دور في انتاج الجروث فاكتور، وبالتالي لها دور في الريبير، يعني الماكروفيج لها دور في الانفلاميشن وإلها دور في الريبير، إلها دور في الريبير. كيف دورها في الريبير؟ إنه بتزود الجروث فاكتور. كيف بتزود الجروث فاكتور؟ إنه بتزود ترانسكريبشن لنيو جين، إنه بتزود ترانسكريبشن لنيو جين، يعني الماكروفاج بتصنع جينات، هذه الجينات بتصنع جروث فاكتور، هذا الجروث فاكتور بتساعد في الريبير. تمام. طيب وهذا الجدول very important. الآن يا إخواننا النيوتروفيل تصنع من البون مارو والماكروفيج تصنع من البون مارو. انا البون مارو يحتوي على هيماتوبويوتيك ستيمسل. طيب الماكروفيج عندي نوعين من الماكروفيج، الماكروفيج اللي نتجت عن طريق الانفلاميشن، يعني لما صار انفلاميشن حفز البون مارو يصنع مونوسايت، والمونوسايت تتحول تروح على التيشوز، ومن التيشوز تتحول الى ماكروفيج. وفي انا عندي نوع تاني من الماكروفيج بنسميه ريزيتنت ماكروفيج او ريزيتنت ماكروفيج، اي هذا الماكروفيج مقيمه في التيشوز، مقيمه في التيشوز، وبالتالي
هي عاملة زي حارس، زي مجسات، بتحس إذا في إنفلاميشن، إذا في ميكروبس، إذا في ما شابه، زي اللي أخذناه السنتينيل ماكروفيج، سنتينيل ماكروفيج. الآن النيوتروفيل بتعيش يوم ليومين، أما الماكروفيج بتعيش من 10 أيام ل 14 يوم، يعني لأسبوعين. لكن هذه إيش؟ هذه الماكروفيج اللي نتجت من الإنفلاميشن اللي نتجت، فبسميها إنفلاماتوري ماكروفيج. لكن الماكروفيج اللي كانت قاعدة في التيشوز بسميها تيشو ريزيدنت ماكروفيج، بتعيش لسنوات. عارف أنتو الماكروفيج اللي تصنعت، اللي قاعدة في التيشوز، مين اللي صنعها؟ مين اللي صنعها؟ اللي صنعها الفيتال ليفر، فيتال كمان، تخيلوا، يعني في الامبريوجينيسيس تصنعت فيتال ليفر، او حتى اللي صنعها اليوك ساك او الفيتال ليفر. وبالتالي الماكروفيج اللي قاعد في التيشوز بتعيش لسنوات، 5 سنين واكتر. اللي صنعها الفيتال ليفر او اليوك ساك، تمام، وهي عاملة زي المجسات. اما الماكروفيج اللي نتجت من الانفلاميشن اللي صنعها البون مارو. طيب الريسبونس النيوتروفيل بتكون رابيد ريسبونس، لكن شورت ريسبونس، شورت ريسبونس لانها بتعيش قليل، تمام. اما الماكروفيج بتكون برولونج ريسبونس، بيطول الريسبونس تبعها، لكن سلوور ريسبونس، سلوور ريسبونس. النيوتروفيل بتعتمد على سايتوسكيليتال ري ارينجمنت عشان تصير مور بوتنت، مور اكتيفيتي، يعني more active cytoskeletal rearrangement. اما الماكروفيج بتعتمد على new gene transcription عشان تتحول من مونوسايت الى ماكروفيج الى more active، بتعتمد على transcription للنيو جين. طيب النيوتروفيل بتعتمد على reactive oxygen species. reactive oxygen species زي السوبر اوكسايد مثلا، انا اعطيتكم مثال reactive oxygen species. يتم تصنيع الرياكتيف اوكسجين سبيشيز في الجسم بطريقتين او في مكانين. المكان الاول في الماكروفيج، المكان الاول في الميتوكوندريا اللي موجود في السيل، في كل السيل تبع الجسم، في اي سيل، سواء سيل ليفر، سواء سيل تبع مصل، سواء سيل تبع طحال، سواء سيل تبع البدكية، بس عنده اي خلية عندها ميتوكوندريا بتقدر تصنع رياكتيف اوكسجين سبيشيز عن طريق تفاعل الريدوكس، او بنسميه تفاعل اوكسيديشن ريدكشن ريدكشن اوكسيديشن رياكتيف، اللي هو الاوكسيداتيف فوسفوريليشن. وايضا بقدر اصنع الرياكتيف اوكسجين سبيشيز في وين؟ في النيوتروفيل، عن طريق تفاعل بسميه فاجوسايت اوكسيديز، عن طريق الاوكسيديز. لكن في الميتوكوندريا كنا نقول عن طريق ريدكشن اوكسيديشن رياكشن، تفاعل الريدوكس، تفاعل الاوكسيداتيف فوسفوريليشن. اما في النيوتروفيل عن طريق فاجوسايت اوكسيديز او ريسبيراتوري بيرسيت. ريسبيراتوري ايش؟ بيرسيت. طيب الرياكتيف اوكسجين سبيشيز في الماكروفيج بتتصنع بشكل قليل جدا جدا، اما في النيوتروفيل بتتصنع بشكل كبير. طيب النيتريك اوكسايد في الماكروفيج بتصنع بشكل كتير، اما في النيوتروفيل بتصنع بشكل قليل. النيتروك اوكسايد، انا عندي 3 أنواع نيتروك اوكسايد. في نيتروك اوكسايد نيورال نيتروك اوكسايد، هذا للنيرون، يعني النيورو ترانسميتر. اصلا النيتروك اوكسايد عبارة عن النيورو ترانسميتر اذا كان في النيرون. النيتروك اوكسايد اذا كان في الاندوثيليال سيل بيعمل فازو دايليشن، شغله فازو دايليشن. احنا اخذنا زمان انه النيتروك اوكسايد شغله فازو دايليشن. النيتروك اوكسايد شغله في الانفلاميشن اذا سميته انديوسابل نيتروك اوكسايد. شايفين ايش هذه الكلمة؟ انديوسابل نيتريك اوكسايد. مين المسؤول عن الانديوسابل نيتريك اوكسايد؟ الماكروفيج. الماكروفيج. طيب الماكروفيج والنيوتروفيل بيقدروا يعملوا فاجوسايت، لكن الماكروفيج بتقدر تعمل فاجوسايت بشكل اقوى وبشكل اكبر وبشكل اشد. الان الماكروفيج لها شغل في الريبير، فبتقدر تفرز السايتوكاين
إذا الماكروفاج بتقدر تفرز السيتوكاين لأنها إلها شغل على الربير. إحنا قلنا الماكروفاج شغلها فاغوسايت، أما النيوتروفيل شغلها أيضا فاغوسايت لكن بتعتمد بشكل أكبر على اللايزوسوم إنزيم، على اللايزوسوم إنزيم. فالنيوتروفيل اللايزوسوم إنزيم في النيوتروفيل أكتر، أما الماكروفاج أقل، أما الماكروفاج أقل. طيب النيوتروفيل لما تعمل فاغوسايت بتعمل دي جرانيوليشن، يعني النيوتروفيل بتعمل دي جرانيوليشن وبالتالي بتقدر تدمر الميكروبس، بتقدر تدمر الميكروب. اما الدي جرانيوليشن في الماكروفاج مش واضحه، ليش؟ عشان اصلا الدي جرانيوليشن عباره عن افراز مثلا اللايزوسوم او الانزيمات، واحنا قلنا اللايزوسوم بتكون برومينات في النيوتروفيل، وبالتالي الدي جرانيوليشن برومينات في النيوتروفيل، ما هو اصلا الدي جرانيوليشن لللايزوسوم بصير عمليه دي جرانيوليشن. تمام، في حاجة حناخدها لبعدين، الـNET عبارة عن نيوتروفيل إكسترا سيليولار إتراب، نيوتروفيل إكسترا سيليولار إتراب، من اسمه نيوتروفيل يعني هو موجود في النيوتروفيل ومش موجود في الماكروفيج. تمام، هذا بعض الاختلافات والمهمة جدا. طيب رحلة انتقال اللوكوسايت من البلاد فيز لليومن الى التيشوز يحدث على عده من الخطوات. هذه الخطوات المسؤول عنها الادهيج المولكيول والمسؤول عنها السيتوكاين. تمام، طيب في قبل ما يصير انفلاميشن اللوكوسايت بتكون رابد فلو في البلاد، فلو رابد في البلاد، لكن لما يصير انفلاميشن حتقل الفلو تبعتها، حيقل ايش الفلو او مش لف... حيقل يعني حتصير سلو يعني فلو، حيكون الفلو حيكون سلو، يعني قبل الانفلاميشن الفلو كان رابد لكن بعد الانفلاميشن الفلو حيكون سلو، بعد ما يصير سلو حيصير ستوب، يعني اول اشي كان سريع لكن صار انفلاميشن صار بطيء، بعد ما يصير بطيء حيصير ستوب حيتوقف، عشان بعد ما يتوقف حتطلع خلايا اللوكوسايت من اليومن الى التيشوز، الى التيشوز كيف ما كيف حناخدها، يعني بس ما نستعجلش شوية. الان يا اخواننا المحترمين هذا الرسمة مهمة، هذا الرسمة ايش حلوة، هاي اللوكوسايت، اللوكوسايت يا اخواننا بتصير موجودة هرجيتي الريد بلاد سيل، الريد بلاد سيل ايش مالها اصغر، السايز تبعها اصغر، فالليد بلاد سيل بتكون في النص، بتكون وين في الاكس في النص، في النص تمام في اليومن، اما اللوكوسايت عشان الحجم اكبر بتكون في وين عند الفيزل وول، عند الفيزل وول هان، يعني هان شايفين هان، شايفين هان. تمام، هذا العمليه بسميها المارجينيشن. ايش يعني المارجينيشن؟ انه عشان الوايت بلاد سيل او اللوكوسايت حجمها اكبر من حجم الريد بلاد سيل بتكون اللوكوسايت بتكون وين عند في البريفيرال، بتكون وين في البريفيرال. اذا لما تكون اللوكوسايت بريفيرال هذه العمليه بسميها مارجينيشن. يعني ما هو المارجينيشن؟ انه اللوكوسايت تكون بريفيرالي في وين في المارجن تبع البلاد فيزل، هاي البلاد فيزل هنا تكون اللوكوسايت، هنا تكون ايش اللوكوسايت في المارجن تبع البلاد فيزل، يعني في المارجن تبع ايش البلاد فيزل. بعد كده حيصير حاجه بسميها رولينج، هيها ايش هي الرولينج؟ الرولينج تدحرج اللوكوسايت، شايفين اللوكوسايت بتدحرج، تدحرج اللوكوسايت بسميها رولينج. كيف هلقيت يا اخواننا الرولينج؟ انه اللوك هلقيت هنا في حاجه بسميها السيلكتين، السيلكتين موجود على الاندوثيليال سيل وموجود على اللوكوسايت، موجود على اللوكوسايت. فلما يصير انفلاميشن، لما يصير انا عندي الانفلاميشن بتحفز من هذا السيلكتين، يعني في بدايه الامر السيلكتين بيكون قليل، في بدايه الامر السيلكتين بيكون قليل في اللوكوسايت او بيكون قليل في الاندوثيليال سيل او حتى ما بيكون من الاصل، لكن لما انا يصير عندي انفلاميشن السيلكتين بيزيد،
السلكتين ايش بيزيد. مين اللي بيخلي السلكتين يزيد؟ اللي بيخلي يا اخواننا السلكتين يزيد اربع اشياء: الانترلوكين واحد، والتيومر نيكروسيس فاكتور، والهيستامين، والثرومبين. هدول بيزيدوا مع زياده الانفلاميشن، فبيزودوا السلكتين في الاندوثيليال والسلكتين في اللوكوسايت. وبالتالي بصير انا عندي انا ارسم هاي بلاد فيزل وهاي اللوكوسايت. هلقيت انا بصير هنا عندي سلكتين هاي باللون الاخضر، هاي سلكتين، وهنا سلكتين باللون الاخضر، وهي سلكتين باللون الاخضر، سلكتين باللون الاخضر. اللي حفز السلكتين الانفلاميشن زياده التيومر نيكروسيس فاكتور، الانترلوكين واحد، الثرومبين اند الهيستامين. فبيصير السلكتين هاد يرتبط في السلكتين هان، يرتبط بيرتبط بس بويك بون، فبيرتبط بشكل ضعيف. بعد ما يرتبط ها يا اخواننا، لما السلكتين تبع اللوكوسايت يرتبط في السلكتين تبع الاندوثيليال سيل، بتصير لما يرتبط فبتصير سرعة اللوكوسايت بتقل. ها اصلا اللوكوسايت لما يرتبط، لما يرتبط اللوكوسايت بالاندوثيريال سيل بصير ستوب لللوكوسايت. بعد كده بعد ما يرتبط ببطل يرتبط، يعني برتبط بعديها بفلت. بعد ما يفلت بيجي برتبط هان، ها بعد ما يفلت اللوكوسايت بتتحرك وبتيجي ترتبط هان، بعد ما ترتبط هان ايضا بتفلت، بعد ما تفلت بتيجي ترتبط هان، بعد ما ترتبط هان بتفلت، بعد ما تفلت بتيجي ترتبط هان. وبالتالي سموها حركة رولينج، يعني تدحرج، حركة تدحرج، بتتدحرج اللوكوسايت. كيف بتتدحرج؟ بتيجي ترتبط هان، بعديها بتفلت وبتيجي ترتبط هان، بتتدحرج، بتفلت بتيجي 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 ترتبط هان. هذه الحركة يا اخوانا بسموها رولينج. رولينج بعد ما يصير يا اخوانا عملية الرولينج، بدها يصير بدل ما ترتبط وتفلت ترتبط وتفلت، بدها يصير فيرم ادهيجن اوف اندوثيليال، فبدها ترتبط وتضلها مرتبطة، وتضلها مرتبطة فيرم ادهيجن. هذه بس بواسطة الانتجرين، بواسطة الانتجرين تمام. بعد ما ترتبط ويصير لها فيرم ادهيجن، راح يصير تنتقل من من الاندوثيليال لعند التيشوز، انه ان هي تنتقل هيكد. بسمي هذه الحركة الترانس مايجريشن او الديابيديسز. ما هي الديابيديسز؟ هو انتقال انتقال النيوتروفيل او المونوسايت او اللوكوسايت من وين؟ من البلاد فيزل الى التيشوز او الاكسترا سيلولار تيشوز او الانترستيشال فلويد. يعني هذه الحركة، هذا الانتقال، هذا الانتقال عبارة عن الديابيتيسز أو الترانس مايجريشن. فبصير اللوكوسايت في وين؟ في التيشوز. بعد كده بصير تتحرك لمكان الانفلاميشن، بتتحرك لمكان الانفلاميشن. حركتها لمكان الانفلاميشن بسميها كيمو تاكسز، كيمو تاكسز. حركة اللوكوسايت لمكان الانفلاميشن كيمو تاكسز. لما تصل لمكان الانفلاميشن بصير إلها اكتيفيشن، بصير إلها ايش؟ اكتيفيشن. بعد ما يصير إلها اكتيفيشن، هيو اخذنا فيرم ادهيجن، بعد كده ترانس مايجريشن او الديابيتيسز، الديابيتيسز بتوين الاندوثيليال سيل. بعد كده حتتكون الكيمو تاكسز. الكيمو تاكسز انه اللوكوسايت ده تتحرك توارد السايت اوف ستيمولاي او السايت اوف انرجي. اللوكوسايت او النيوتروفيل او المونوسايت ده تتحرك توارد السايت اوف انرجي، بسميها الكيمو تاكسز او المايجريشن. اذا في انا عندي الترانس مايجريشن وفي انا عندي المايجريشن. الترانس مايجريشن الديابيديسز، المايجريشن الكيمو تاكسز. بعد كده بده يصير انا عندي اكتيفيشن لللوكوسايت. بعد ما يصير اكتيفيشن لللوكوسايت، حتعمل الفاجوسايتوسيس وحيصير الدي جرانيوليشن. بعد كده بعد ما يصير هذا حيصير الريبير، في الاخر حيصير الريبير تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فبداية المارجينيشن، المارجينيشن انه اللوكوسايت بتتجمع في البريفيرال فيزل، في البريفيرال فيزل. واللي بيحفز هذا الاشي، اللي بيحفز هذا الاشي اللي هو انكريز البيرميابيليتي. طب كيف؟ الان يا اخواننا المحترمين، لما يزيد البلد فلو
from capillary to the post capillary venule، يعني لما يزيد البرميابيليتي فبيزيد الفلو تبع الفلويد من الكابيلاري الى البوست كابيلاري، من الكابيلاري الى التيشوز، في وين بتصير؟ في الفينيول. قلنا هذه الحركه بتصير في الفينيول. وبالتالي يا اخواننا ايش بيصير؟ انا عندي ها لما تصير الفلويد تطلع، لما تصير الفلويد تطلع بيصير يا اخواننا انا عندي، بيصير انا عندي ستيسز. ايش يعني ستيسز؟ يعني حركه ما هو انا لما الفلويد تطلع تركيز الريد بلاد سيل بيزيد، لما تركيز الريد بلاد سيل يزيد الفيسكوسيتي تبعت البلاد بتزيد. اعيد، انا هاي البلاد فيزل، فبتزيد البرميابيليتي للبلاد فيزل عن طريق الانفلاميشن، فبقدر الفلويد يطلع، بقدر الفلويد يطلع والبروتينات تطلع واللوكوسايت تطلع، ما علينا. فلما يقدروا يطلعوا بتصير تركيز الريد بلاد سيل بيزيد، تركيز الريد بلاد سيل بيزيد عشان الفلويد قال، فتركيز الريد بلاد سيل بيزيد، الفيسكوسيتي تبعت البلاد فيت بتزيد. لما الفيسكوسيتي تبعت البلاد بتزيد بيصير انا اللزوجة بتزيد، فالبلاد فلو بيقل، البلاد الفلو بيقل، البلاد فلو ايش بيقل؟ يعني السرعة، انا قصدي السرعة بتقل، فبيصير حاجة استيسز. ايش يعني استيسز؟ انه البلد فلو سلو بيصير. هو اصلا انا بيصير يا اخواننا، انا سامحوني اتلخبطت بس في المصطلح، البلد فلو اصلا من الاصل بيزيد عشان حركه الفازو دايليشن، حركه الفازو دايليشن زودت البلد فلو، لكن السرعه تبعت البلد فلو بتقل. يعني بيصير انا عندي سلو في البلد فلو، slow في البلد فلو. ليش صار slow في البلد فلو؟ عشان صار viscosity، الريد بلد سيل زادت. slow في البلد فلو حاجة بسميها stasis. فلما انا يصير عندي slow في البلد فلو بتقدر اللوكوسايت تتجمع في البريفرال فيزل. تمام؟ طيب هل جيتي؟ انا يا اخواننا المحترمين بدي اعيد على السريع، انا ما هي مرحلة المارجينيشن؟ مرحلة المارجينيشن تجمع اللوكوسايت في البريفيرال في الفيزل عن طريق زيادة البرميابيليتي. لما يزيد يا اخواننا البرميابيليتي للفيزل عن طريق الانفلاميشن، تمام، اصلا احنا اخذنا زيادة البرميابيليتي بطريقتين، الدايركت اندوثيليال انجري او الاندوثيليال ريتراكشن، واحنا اخذنا الدايركت اندوثيليال انجري عن طريق النيوتروفيل او المايكروبس، او انه الانجري كان قوي فعمل نيكروسيس للاندوثيليال وعمل جاب وهو ساستين وهو اميديت، واخذنا الريتراكشن للاندوثيليال عن طريق اللهب لوكوتراين الهيستامين اند البراديكاينين، هذول بيعملوا لي ريتراكشن. المهم زياده البرميابيليتي، فبصير الفلويد تطلع برا البلاد فيزل، فبيقل البلاد فيزل فلويد، فبيزيد تركيز الريد بلاد سيل عشان قل الفلويد. زياده تركيز الريد بلاد سيل زادت الفيسكوسيتي، زادت لزوجه البلاد، اي قل سرعه البلاد فلو، قل سرعه البلاد فلو، فسرعه البلاد فلو بقل. فهذه الحاجه بسميها ستيسز، ستيسز هذا السرعه بقل يسمح للوكوسايت انه تتجمع في البريفرال، تتجمع في البريفرال. عشان الريد بلاد سيل حجمها صغير فراح يكون سرعتها اكثر كبيره، وعشان اللوكوسايت حجمها كبير سرعتها راح تكون قليله. يعني اخواننا واحد ناصح مش قادر يمشي سرعته قلت، واحد ناصح سرعته ايش؟ قلت. تمام. وبالتالي الريد بلاد سيل عشان بتكون سريعه بتكون في السنترال، في السنترال اكسيل يعني في النص. اذا الريد بلاد سيل بتكون في النص تبع البلاد فيزل، بتكون في السنترال. ها بيقول لي الريد بلاد سيل بتكون في السنترال اكسيل كولم، ليش؟ عشانها صغيره، عشانها ايش؟ صغيره. اما اللوكوسايت عشانها رش، عشانها لارج، اللوكوسايت عشانها لارج بصير بوشت اوت توارد الوول اوف بلاد فيزل، بصير لها بوشت اوت، اي تدفع لتوارد لناحيه البلاد فيزل، لناحيه الوول اوف بلاد فيزل. ولكن
هي بتصير وين؟ بتصير عند الوول اوف بلاد فيزل، لكن ايضا هي بتتحرك قاعده، لكن بتتحرك بسرعه قليله، بسرعه قليله. ليش؟ عشانها حجمها كبير فسرعتها صغيره. اما الريد بلاد سيل بتكون في السنترال بتتحرك بسرعه اسرع. ليش؟ عشانها اصغر. طب هل الريد بلاد، هل اللوكوسايت، هل اللوكوسايت تتحرك ولا واقفه؟ بتتحرك. وبما انه اللوكوسايت بتتحرك، اذا مش راح تقدر تخترق الاندوثيليال سيل وتروح على التيشوز، مش راح تقدر تروح على التيشوز، لازم تقف. يا اخواننا، هل انت، هل قلت انا يا اخواننا لو بدي انط من مكان لمكان لازم اقف بعدها انط، لازم اقف بعدها انت يعني، او بديش اقول انط، هيت يا اخواننا لو انا بدي انتقل من مكان لمكان، ها بدي انتقل لازم اقف ثم انتقل. فبيقول لي، بيقول لي عشان في المارجينيشن، في المارجينيشن اللوكوسايت بتتحرك، حتى لو انها بتتحرك بشكل بطيء ما بتقدر تطلع، ما بتقدر تطلع اللوكوسايت، لازم تقف. تمام؟ طيب، وبالتالي بيصير حاجه الرولينج. ايش هو الرولينج؟ انه اللوكوسايت بترتبط في الاندوثيليال سيل وبعديها بتفك، بترتبط في الاندوثيليال سيل وبعديها بتفك، فبصير تتدحرج. فبصير ايش؟ تتدحرج. يعني هاي، هاي الاندوثيليال سيل يحتوي على سيلكتين، يحتوي على سيلكتين، يحتوي على سيلكتين، يحتوي على سيلكتين. فبتيجي اللوكوسايت بتكون عند المارجينيشن، يعني عند الوول اوف بلاد فيزل، فبصير ترتبط في السلكتين هذا ثم تفك عنه. لما ترتبط بتقف شوية، بعدها ترتبط في السلكتين هذا وبتفك، ترتبط في السلكتين هذا وبتفك، ترتبط في السلكتين هذا وبتفك. فسموها حركة لور رولينج أو تامبلينج أو حركة بهلوانية أو حركة بتتدحرج أو إيش بتتدحرج، اللي هي بايندينج أند ديتاتش. ديتاتش يعني بترتبط وبتفك، بترتبط وايش وبتفك. وبالتالي ترانسينت ستيكي، يعني هي بترتبط لكن بشكل مؤقت. طيب، وهذا اللي بيعمل هذا الاشي السيلكتين. السيلكتين موجود، سيلكتين في الاندوثيليال سيل وموجود في السيلكتين في اللوكوسايت في بداية الامر. طيب الان، وبالتالي بترتبط يا اخواننا اللوكوسايت بالاندوثيليال، بترتبط لوزلي، بترتبط ايش؟ لوزلي. هنا ايش بقول لي؟ بقول لي طبعا يا اخواننا المحترمين انه وجود اللوكوسايت بعض اصلا يا اخواننا بعض الميديشن او بعض الميدياتور بحفزوا السلكتين، بحفزوا السلكتين وحناخدهم منهم الميدياتور. لكن ايضا ايش بقول لي؟ بقول لي حركه اللوكوسايت على البريفيرال تبع السيل وول تبع البلاد فيزل، يعني المارجينيشن، حركة اللوكوسايت قريبة، قريبة من الاندوثيليال سيل، بتعمل تشينج في الاندوثيليال سيل. اذا لما تتحرك اللوكوسايت في المارجينيشن يعني بشكل قريب من الاندوثيليال سيل وبالتالي من الوول فيزل، فبتغير، بتعمل تشينج في الاندوثيليال سيل، فبتعمل اندوثيليال سيل اكتيفيشن، بتعمل اندوثيليال سيل ايش؟ اكتيفيشن برضه. وبرضه بصير الاندوثيليال سيل بصير لها اكتيفيشن، ولما عن طريق ايضا السيتوكاين، حناخذ منهم السيتوكاين، بصير لها اكتيفيشن. لما يصير لها اكتيفيشن يعني بصير عندها سيلكتين. ايش يعني اندوثيليال سيل اكتيفيشن؟ يعني الاندوثيليال سيل اظهرت السيلكتين، اظهرت السيلكتين. وبالتالي انا عندي سيلكتين في اللوكوسايت وسيلكتين في الاندوثيليال سيل، فبرتبط السيلكتين تبع اللوكوسايت في الاندوثيليال سيل، فبس ايش؟ لوزلي. وهذه حركه الرولينج، طبعا برتبط وبفلت، برتبط وايش وبفلت. طيب بعد ما يرتبط وبفلت بيعطي مجال لللوكوسايت تتعرف على اذر ادهيجن موليكيول. ما هو يا اخواننا لما اللوكوسايت يصير يرتبط في الاندوثيليال سيل بيصير انه اللوكوسايت يتعرف على اذر ادهيجن موليكيول بس اقوى. يعني بدل ما يقول السيلكتين يا عمي ضعيف، السيلكتين ضعيف، بيصير بدي اضلني ادور هل في انا عندي ادهيجن موليكيول اقوى من السيلكتين اللي هو الانتجرين، اللي هو الانتجرين. فالانتجرين هو فيرم ستيكي، يعني خلص اللوكوسايت بترتبط على الاندوثيليال سيل
وبتضلها مرتبطة ما بتنفك. firm sticky strong bound. strong إيش؟ bound أو binding. binding strong وليس loosely. firm adhesion عن طريق الانتجرين. firm adhesion هاي إخواننا زي ما أخذنا firm adhesion عن طريق الانتجرين. وبالتالي الادهيجن موليكيول حاجتين، السيلكتين والانتجرين. الادهيجن موليكيول حاجتين، السيلكتين والانتجرين. طيب نيجي على السيلكتين. السيلكتين عبارة عن ايش؟ اول اشي عبارة عن ترانس ميمبرين. هو اشي موجود وين؟ في البلازما ميمبرين. في البلازما ميمبرين فسموه ترانس ميمبرين. سموه ايش؟ ترانس ميمبرين. وهو عبارة عن جلايكوبروتين. موجود وين؟ في البلاتلت واللوكوسايت زي النيوتروفيل والماكروفيج والإندوثيليال سيل. لاحظ في الإندوثيليال سيل أيضا. هلقيتي عنده يا أخواننا، هلقيت عشان هو ترانس ميمبرين يعني عنده جزء برا وجزء داخل. يعني هاي مثلا الخلية عنده جزء برا وجزء إيش؟ داخل. السيلكتين هايو جزء برا الخلية وجزء داخل الخلية. الجزء اللي برا بسموه اكسترا سيلولار دمين. اكسترا سيلولار دمين بيرتبط باين سيلكتد شوجر، بيرتبط بشوجر معين. اسم السكر يا اخواننا معلش بس حاولت اجيبه. السيلكتين بيرتبط قلنا في السكر. اسم السكر يا اخواننا ما حاولت اجيبه من السلايدات الجديده بس طول عشان يفتح، مش عارف الجوال علق ما رضيش يفتحه. لكن انتم بتفتحوا السلايدات الجديده بتلاقوا جدول، جدول نضاف محطوط عليه اسم الشجر اللي بيرتبط عليه السيلكتين. الان اللي بس ايش احنا بدنا نفهم؟ هلقيتي السيلكتين هو نفسه موجود في الاندوثيليال سيل وهو نفسه موجود في اللوكوسايت. ارتباط السيلكتين من الاندوثيليال سيل مع اللوكوسايت بلو افينيتي بايندينج، لو افينيتي، وبالتالي الاوف ريت يعني معدل الخروج فاست، يعني بيرتبط وبفلت معدل الخروج فاست، يعني بيرتبط وبفلت، يعني ترانسيانت ميديت ادهيجن. ترانسيانت ادهيجن يعني رولينج. تمام. هو في الاصل ادى نورمال او ريستنج اندوثيليال سيل. يعني الاندوثيليال سيل لما تكون امور تمام وفيش شيء وفيش انفلاميشن فيش، ما بيكون نو اكسبريست او ليفل لو ليفل اكسبريست، يعني السيلكتين بيكون موجود بشكل قليل جدا او مش موجود. هذا متى؟ لما الخلايا تكون نورمال وفي الريستنج وشي كل اشي تمام. لكن لما يصير انفلاميشن بعد 30 دقيقة دغري بتكون السيلكتين على الخلايا على الاندوثيليال سيل وعلى اللوكو سايت. اوكي تمام. الان ايضا في نوع تاني اسمه ويبل بالاد. ويبل بالاد بودي، هذه الويبل بالاد بودي انه السيلكتين بيكون موجود داخل الخليه ها، وهذه خاصه في البليتلت. هذا بي سيلكتين، بي يعني بليتلت. وايضا انا قريت في النت موجود في الاندوثيليال سيل. يعني هذا الويبل بالاد بودي، ايش هو الويبل بالاد بودي؟ انه السيلكتين بيكون متخبي جوا الخليه. هذا متى؟ without inflammation. انا ما عندي inflammation ولا عندي اي شيء. لما يصير انا عندي inflammation بزيد الهستامين والثرومبين، فبيصير السيلكتين يروح على السطح. يروح على ايش؟ على السطح. expressed وين؟ في على السطح. هذا احنا قلنا الويبل بالاد بودي الدكتور قال موجود في البلاتلت، وانا قريت عنه ايضا موجود في الاندوثيليال سيل. وهو ايش نوعه؟ بي سيلكتين. مهمه. اذا هذا سيلكتين خاص. ليش خاص؟ اللي بيحفزه الهستامين والثرومبين بيحفز البي سيلكتين. هذا سيلكتين مخبى في الخلايا طوله وفيش انفلاميشن. لما يصير انفلاميشن بيطلع على السطح. وين موجود هذا سيلكتين؟ احنا قلنا السيلكتين موجود في ثلاث اماكن، في الاندوثيليال سيل وفي اللوكوسايت وفي البلاتلت. هذا سيلكتين نوعه في البلاتلت والاندوثيليال سيل كمان. ايش اللي بحفز السيلكتين يفرز؟ قلنا طولت وفيش عندي انفلاميشن السيلكتين بيكون قليل او مش موجود. لكن لما يصير عندي انفلاميشن بيصير انا عندي الانترلوكين واحد يتحفز والتيوم النكروسيس فاكتور والهستامين والثرومبين بيزيدوا هدول. طب لما يزيدوا بيعملوا لي بيزيدوا السيلكتين اكسبريشن، بيزيدوا السيلكتين اكسبريشن. واحنا قلنا السيلكتين بيرتبط ويك ويك ويك، يعني لو افينيتي، يعني رولينج، يعني ويك. تمام.
فبصير حركة النيوتروفيل والماكروفيج والبلاتلت حركتها بصير حركة بطيئة بطيئة جدا جدا. ليش؟ عشان هي بتمسك في السلكتين في الاندوثيلال وبترخي، بتمسك وبتفك، بتمسك وبتفك. ما كل ما تمسك بتقل السرعة، كل ما تمسك بتقل السرعة، كل ما تمسك بتقل السرعة. لما تقل السرعة بصير انه اللوكوسايت تتلامس مع الاندوثيليال سيل. لما اللوكوسايت تتلامس مع الاندوثيليال سيل بتصير اوبورتيونيتي، بصير عندي اوبورتيونيتي يعني فرصه للتعرف على اديشن موليكيول في الاندوثيليال، بصير تتعرف على اذر اديشن موليكيول اللي هو الانتجرين، يعني بصير تتعرف على اديشن موليكيول لكن يكون اقوى. تمام، هذا ما هو الاديشن موليكيول وين حيكون موجود؟ حيكون موجود في الاندوثيليال سيل. فبصير تتعرف هل في ادهيجن موليكيول في الاندوثيليال سيل غير السلكتين؟ بصير تتعرف عشان تمسك فيه، عشان تتوقف تمسك بسترونج فيرم ادهيجن. تمام، كيف بدك تحفظ الميدياتور تبعون السلكتين؟ احفظ كلمة هيت الهيت يعني الهيستامين، الاي الانترلوكين واحد، التي الثرومبين اند التيومور نيكروسيس فاكتور، يعني الهيت تبعت السلكتين، اللهب تبعت الريتراكشن. طيب حاجه هلقيت يا اخواننا، نيجي على الانتجرين. الانتجرين ايضا عباره عن ترانس ميمبرين جلايكوبروتين، يعني هو بروتين يحتوي على شويه جلوكوز او سكرايد إذن، لكن هو ترانس ميمبرين لكن هيتيرو دايمر. إيش يعني هيتيرو دايمر؟ يعني يحتوي على ألفا سب يونت ويحتوي على بيتا سب يونت. لو أنت تطلع على الانتجرين، هاي الانتجرين يحتوي على ألفا سب يونت وبيتا سب يونت، يعني هيتيرو دايمر. تمام، وهو يا أخوانا بميديات أدهيجن إنه بخلي اللوكوسايت ترتبط في الاندوثيليال سيل وترتبط في السيل اللي موجودة في الإكسترا سيليورال ماتريكس، اللي موجودة في الإكسترا سيليولار ماتريكس. طبيعي إنه الانتجرين موجود في اللوكوسايت، موجود لكن لو أفينيتي. لاحظ في السلكتين قلنا without inflammation السلكتين موجود بشكل قليل جدا أو مش موجود من الأصل، لكن هنا الانتجرين كنا نقول هيو الانتجرين موجود، أنا فيش عندي inflammation، وبالتالي انا فيش عندي انفلاميشن يعني في الريست يعني في النورمال، ومع كده الانتجرين موجود لكن موجود بلو افينيتي، يعني هو موجود وموجود بكثره لكن لو افينيتي. لكن انا بزود الافينيتي تبعت الانتجرين في اللوكوسايت عن طريق ثلاث اشياء، الكيموكاين والكومبليمنت سي اي 5 والبلاتلت اكتيفيتين فاكتور. اذا مش انا عندي الكومبليمنت بروتين، كومبليمنت بروتين سي 5 اي والكيموكاين وبلاتلت اكتيفيتنج فاكتور، هدول الثلاث اشياء بخلوا الانتجرين بدل ما هو لو افينيتي هاي افينيتي. لاحظ انا بقول الانتجرين بس وين موجود؟ في اللوكوسايت، في الممبرين، في البلازما ممبرين تبع اللوكوسايت. كنا نقول السلكتين كان موجود في اللوكوسايت وكان موجود في الاندوثيليال سيل، هنا ايش حنقول؟ الانتجرين موجود في اللوكوسايت لكن في الاندوثيليال سيل ايش موجود؟ انتجرين ليجاند. انتجرين ايش؟ ليجاند. ها الانتجرين موجود، الانتجرين ليجاند في الاندوثيليال سيل، بالله عليك احفظه. الانتجرين موجود في اللوكوسايت لكن الانتجرين ليجانت موجود في الاندوثيليال سيل. طيب يا اخواننا الانتجرين ليجانت عباره عن اميونو جلوبيولين. الانتجرين ليجانت عباره عن اميونو جلوبيولين ورمزه اي كم. مهم هذا الرمز اي كم واحد. الاي كم هذا يعني لو بدي أكبر
شايفين الانتجرين ليجاند عبارة عن اي كم واحد وين موجود؟ في الاندوثيليال سيل، في الاندوثيليال سيل. طيب الانتجرين ليجاند عبارة عن ايش؟ اميونوغلوبيولين. طيب مين اللي بيحفزه؟ مين اللي بيحفزه؟ مين اللي بيعمل له اكسبريشن في الاندوثيليال سيل؟ مين اللي بيعمل له اكسبريشن؟ مين اللي بيطلعه؟ حاجة بنسميها تيومور نيكروسيس فاكتور، تيومور نيكروسيس فاكتور اند الانترلوكين واحد، الانترلوكين واحد. وبالتالي اخواننا الانتجرين موجود بشكل طبيعي في اللوكوسايت، في البلازما ميمبرين تبعت اللوكوسايت، لكن باللو افينيتي اللي راح يخليه هاي افينيتي الكومبليمنت بروتين سي 5A والبلاتلت اكتيفيتنج فاكتور والكيموكاينيز. طيب الانتجرين ليجاند هو مش موجود، اللي راح يخليه موجود التيومور نيكروسيس فاكتور والانترلوكين واحد، والانتجرين ليجاند موجود في الاندوثيليال سيل هو عبارة عن اميونوغلوبيولين واسمه اي كام. فبيجي شايفين يا اخواننا هلقيت هاد عبارة عن انتجرين وين موجود؟ في اللوكوسايت، موجود في اللوكوسايت. فبيجي الكيموكاين والسي اي 5 والبليتد اكتيفيتنج فاكتور بتحوله من لو افينيتي الى هاي افينيتي، الى ايش؟ الى هاي افينيتي. اما هاي افينيتي. اما في الاندوثيليال سيل الاصل يكون انتجرين ليجاند، لكن في الوضع الطبيعي مش موجود الانتجرين ليجاند، في الوضع الطبيعي مش موجود الانتجرين ليجاند، تمام؟ اللي هو الاي كام واحد، الاي كام واحد. لكن لما يصير انفلاميشن بيزيد الانترلوكين واحد والتيومور نيكروسيس فاكتور، فبيصير بيصير بيصير موجود الانتر الانتجرين ليجاند او الاي كام واحد، وهو عبارة عن اميونو اغلوبيولين. فهمنا؟ اتمنى ان تكون الامور وضحت باذن الله عز وجل. فيا اخوانا لما يمسك الانتجرين بالانتجرين ليجاند بيصير انا عندي فيرم ادهيجن وخلايا اللوكوسايت بتقف وبتضلها ماسكة. هيا شايفين بتقف، هيها بتقف، تمام؟ طيب بعد ما تقف حتمرق اللوكوسايت بتوين الاندوثيليال سيل، حتمرق وين؟ على الاكسترا سيلولار تيشوز. طيب عن طريق حاجه بسميها الترانس مايجريشن او عن طريق الديابيتيسز، عن طريق ايش؟ الديابيتيسز. اللي راح يحفز هذا الاشي حاجه بسميها البي كيم، البي كام او البي كام. غاد في الانتجرين كنا نقول اي كام، هنا بدي اقول بي كام واحد او سي دي 31، سي دي 31. يعني السي دي 31 او البي كام هدول الاثنين هو نفس الاسم موجودين في اللوكوسايت وايضا موجودين في الاندوثيليال سيل، موجودين في اللوكوسايت وموجودين في الاندوثيليال سيل، موجودين في اللوكوسايت وموجودين في الاندوثيليال سيل. يا اخواننا اعيد، السلكتين كان موجود في اللوكوسايت والاندوثيليال سيل، والبي كام او السي دي 31 اللي مسؤول عن الديابيتيسز موجود في الاندوثيليال سيل وفي اللوكوسايت، لكن الانتجرين فقط موجود في اللوكوسايت. اما الانتجرين ليجاند موجود في الاندوثيليال سيل، والاشياء اللي بتحفز الانتجرين ليجاند مش هي نفس الاشياء اللي بتحفز الانتجرين، تمام؟ طيب حكيت عشان تمرق الخلايا مش لازم هذا الكولاجين اكسره، الكولاجين عن طريق الكولاجينيز. لاحظ الكولاجينيز ايش بكسر؟ بكسر البيزمت ميمبرين. هل بكسر الوول تبع البلاد فيز؟ لا يا اخواننا، هناك فرق شاسع انه تقول لي الوول تبع البلاد فيزل وانه تقول لي البيزمت ميمبرين. يا اخواننا البيزمت ميمبرين بيختلف كليا، ليش؟ عشان الوول تبع البلاد فيزل حينئذ انا بتكلم عن
تونيكا ميديا، تونيكا انترنا، تونيكا اكسترنا. انا قاعد بتكلم عن ايش؟ عن السموث مصل. لما اتكلم عن الوول اوف بلاد فيزل بتكلم عن سموث مصل، تونيكا 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 ميديا، تونيكا اكسترنا، تونيكا انترنا. لكن لما اتكلم عن البيز ممبرين هي اخر طبقة في الابيثيليال، اخر طبقة. فالكولاجينيز ما بيلعب على السيل وول، ملوش دخل في السيل وول، وبس له دخل على البيز ممبرين، بكسر البيز ممبرين الكولاجينيز. فالكولاجينيز انزيم سكريتد من وين؟ من اللوكوسايت، من اللوكوسايت بيكسر البيزمنت ممبرين عشان اللوكوسايت تقدر تمرق. لكن هل البلاد فيزل وول اتأثرت؟ لا. ليش؟ عشان الكولاجينيز ملوش دخل في الفيزل وول، ملوش دخل في التونيكا ميديا، تونيكا اكسترنال، تونيكا انترنا، ملوش دخل على السموث مصل، ملوش دخل، وانما فقط الكولاجينيز على البيزمنت ممبرين. وهي البيكام، واخذنا طبعا بيصير في الفينيول، كله بيصير اصلا في الفينيول. وهي الترانس مايجريشن اللي هو الديابيتيز، انه اللوكوسايت تنتقل بتوين الاندوثيليال سيل لوين؟ بتوين الاندوثيليال سيل ات انتر سيلولار جانكشن، من الجانكشن بتوين السيل. طيب هلقيتي صار انا عندي ديابيتيز والخليه هي هانا، حيصير انا عندي كيمو تاكسز، راح تروح الخليه ناحيه الانفكشن او ناحيه الاستيمولاي. الكيمو تاكسس راح يصير حسب الكيميكال جريدينت، حسب ايش يا اخوانا؟ الكيميكال جريدينت. فالمنطقه اللي فيها كيميكال جريدينت اكتر، المنطقه اللي فيها كيميكال جريدينت اكتر راح تروح عليها الخلايا. يعني كيف بدها تتحرك الخلايا؟ عن طريق الكيمو تاكسس. الكيمو تاكسس بسميها المايجريشن. اذا في المارجينيشن، بعد كده هيا نيجي هان، اول اشي كان المارجينيشن، بعد المارجينيشن كان السلكتين يعني الرولينج، بعد الرولينج كان الانتجرين يعني الفيرم ادهيجن، بعد الفيرم ادهيجن كان انا عندي الديابيديسيس او الترانس مايجريشن، بعد كده صار انا عندي ايش؟ الكيموتاكسس بتتحرك حسب الكيميكال جريدينت، حسب الكيميكال جريدينت، وهي المايجريشن للسايت اوف انرجي. اللي بيحفز الكيموتاكسس، اللي بيحفز الكيموتاكسس اشياء من برا واشياء من جوا. الاشياء الاكزو من برا الفورم الميثايونين، الان فورم الميثايونين، هذا الان فورم الميثايونين موجود في البكتيريا. اذا السوليوبل بكتيريا البرودكت، يعني البكتيريا لما تموت او البكتيريا بتطلع لما تموت طبعا انفورميل ميثايونين، انفورميل ايش؟ ميثايونين. فالانفورميل ميثايونين بيحفز الكيموتاكسس، وهذا اشي من برا يعني من البكتيريا. اما اشي من جوا من الخلايا، الكيموكاينيز الانترلوكين 8، انترلوكين 8. طيب وايضا الكومبليمنت سيستم بروتين رقم 5A C5A، وأيضا اللوكوتراين B4، اللوكوتراين B4، ما تنسوا اللوكوتراين هنا B4. تمام. الآن هلقيت إخواننا تتحرك الخلايا لمكان الإنجري حسب الكيمو، بصير أنا عندي كيمو أتراكشن. إيش يعني كيمو أتراكشن؟ هي تلك المواد او الكيميكال سبستانس، هي تلك المواد اللي بتجذب اللوكوسايت، يعني هي تلك المواد اللي بتعمل كيموتاكسس. اذا الكيمو اتراكشن هي مواد كيميكال سبستانس، وهي سمول، وهي بتجذب اللوكوسايت لمكان الانفلاميشن، يعني حسب الكيميكال جريدينت الكيموتاكسس. تمام. طيب الان الخلايا اللي راح تروح على الانفلاميشن بتعتمد على الحاجتين، بتعتمد على عمر الانفلاميشن، وبتعتمد على الاستيمولس اللي سبب الانفلاميشن. مثلا والله لو كان مسبب الانفلاميشن مثلا الالرجي هو اللي عمل الانفلاميشن، اللي راح تروح الايوزينوفيل، خلايا الايوزينوفيل. طيب لو كان السبب الباراسايت،
ايضا اللي حتروح خلايا الايوزينوفيل. طيب لو كان السبب سودوموناس انفكشن راح تروح خلايا النيوتروفيل بدل ما تقعد يومين تقعد 5 أو 6 أيام، يعني النيوتروفيل حتطول. طيب لو كان السبب فايرال انفكشن مش النيوتروفيل اللي حتروح، لا الليمفوسايت. طيب لو كان السبب هايبر سنسيتيف رياكشن، يعني سبب الانفلاميشن هايبر سنسيتيف، راح تروح خلايا الليمفوسايت والماكروفاج. الليمفوسايت وايش والماكروفاج، فبيقول لي الخلايا اللي حتروح بتعتمد على الايج وبتعتمد على الاستيمولاي. والله الايج والله اذا كان او اول يوم اول يوم ليومين عمر الانفلاميشن، يعني اول يوم ليومين حتروح للنيوتروفيل، بعد كده حتروح المونوسايت عشان تتحول الى ماكروفاج، عشان تتحول الى ماكروفاج. تمام، يعني اروار 24 ساعه للنيوتروفيل، بعد كده المونوسايت، بعد كده المونوسايت. طيب يا اخواننا ليش النيوتروفيل هي اللي دغري بتروح؟ ليش؟ عشان اصلا هي اكتر خلايا موجوده في البلاد. اصلا 95% من خلايا الجرانيول عباره عن نيوتروفيل، وبيقول 60% من خلايا الوايت بلاد سيل عباره عن نيوتروفيل. ما احنا عارفين خلايا الوايت بلاد سيل زي المونوسايت والجرانيول والبلاتلت، 60% من خلايا، مش عارف البلاتلت من الوايت بلاد سيل ولا لا، 60% من خلايا الوايت بلاد سيل عباره عن ايش؟ نيوتروفيل، عباره عن نيوتروفيل. تمام، طيب وبالتالي النيوتروفيل هي اكثر خلايا موجوده في البلاد، فاكيد هي اللي راح تروح دغري. تمام، في الايرلي، في الايرلي انفلاميشن. ايضا الريسبونس تبعها سريع، هي دغري بتستجيب للكيموكاين، دغري بتستجيب للكيموكاينز دغري. وكمان الادهيجن تبعها قوي، هي دغري بتعمل فيرم ادهيجن، دغري بتعمل ايش؟ فيرم ادهيجن. وكمان ما بتطول، بتقعد يوم ليومين 3 أيام بالكتير بتموت، فيعني عشانها ما بتطول، عشانها ما بتطول كويس انه هي اللي تروح على الانفلاميشن. يعني لو هي قضت على الانفلاميشن وخلصنا من يعني انا ايش بسوي؟ بقول صار انا عندي انفلاميشن، اول يوم ليومين بدي ابعث للنيوتروفيل. والله لو النيوتروفيل قضت على الانفلاميشن والامور تمام، خلاص ليش ابعث مونوسايت؟ خلاص النيوتروفيل بتموت وسلامتك وتعيش، لكن ابعث المونوسايت تتحول لماكروفيج، يعني الانفلاميشن بتطور. طبعا كل ما الانفلاميشن طول اكتر كل ما ضرر على الانسان ايضا. تمام، فهدول الاسباب اللي بتخلي النيوتروفيل اباندنس في الايرلي انفلاميشن. تمام، وهدول يا اخواننا احنا درسناهم، انه قلت لكم لو كان انا عندي برضو التايب اوف ذا سيل انفلاماتوري سيل بتعتمد ايضا على الاستيمولاي نفسه، يعني الخلايا اللي راح تروح على الانفلاميشن بتعتمد على الاستيمولاي نفسه. والله لو كان ايوزينوفيل، الخلايا الايوزينوفيل حتروح على الالرجي او على الباراسايت انفكشن، خلايا الهايبر سنسيتيف رياكشن، الهايبر سنسيتيف رياكشن حيروح له الليمفوسايت والماكروفاج، والله الفايرال انفكشن حيروح له الليمفوسايت، والله السودومونا انفكشن للنيوتروفيل حتطول، يعني راح تقعد يومين وثلاثة وأربعة أيام في الانفكشن. تمام، طيب الآن يا إخواننا لاقوا التيومور نيكروسيس فاكتور بيكون في معظم خطوات الانفلاميشن، التيومور نيكروسيس فاكتور بيكون موجود في معظم خطوات الانفلاميشن، وبالتالي لو أنت أعطيت دواء بيحبط التيومور نيكروسيس فاكتور أو أنتاغونست للتيومور نيكروسيس فاكتور، أنت طبعا وين بستخدمه هذا؟ بستخدمه في الاشخاص اللي عندهم كرونيك انفلاميشن، يعني الاشخاص اللي سبب المرض الانفلاميشن، الاشخاص اللي سبب المرض الانفلاميشن بعطيهم دواء انتاغونست للتيومور نيكروسيس فاكتور، دواء انتاغونست للتيومور نيكروسيس فاكتور، وبالتالي انا بدمر معظم خطوات الانفلاميشن. وبالتالي انت لو تعطي له ابره واحده او جرعه واحده المريض دغري بتحسن، المريض دغري بتحسن. يعني انا عندي ادويه كتير لانتي انفلاماتوري، لكن اقوى واحد اللي راح يكون انتاغونست للتيومور نيكروسيس فاكتور، يعني لو انه الشخص ما استجابش ولا لدواء خلاص اعطي له انتاغونست للتيومور نيكروسيس
فاكتور. لكن طبعا لما انت تعمل انتاجونست للتيومور نيكروسيس فاكتور برضو انت بتقلل المناعة بشكل قوي، ولما تقلل المناعة بشكل قوي بيصير الانسان ساسيبتابل، عرضة للانفكشن، بيصير also compromised للابيليتي تو تريتمنت للديفنس ميكانيزم. يعني بيصير انا عندي ما بيقدر الانسان يدافع عن حاله لما يتهاجم ميكروبس، تمام؟ ما انت قللت جهاز المناعة لتيومور نيكروسيس فاكتور انتاغونست، يعني ضد التيومور نيكروسيس فاكتور، وظيفته يقلل جهاز المناعه عند الاشخاص اللي سبب المرض جهاز المناعه. فانت لما تعطي التيومور نيكروسيس فاكتور انت يعني انت حبطت جهاز المناعه بشكل قوي، وبالتالي الشخص هذا لو هاجمه ميكروب مش هيقدر، بيكون ساسيبتابل للانفكشن، ساسيبتابل عرضه للانفكشن، فجهاز المناعه فبصير كومبرومايزد، يعني عرضة للإنفكشن. بهيك بكون خلصنا الجزء الأول بإذن الله عز وجل. يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية جميعا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد.